صباح الخير متابعينا الكرام، مع حضراتكم بهجة أبو ضيف، وبنقدم لحضراتكم حاليا بث مباشر من طريق الكورنيش بمحافظة القاهرة وتحديدا بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون. صباح اليوم السبت لرصد حركة المرور بطريق الكورنيش في الاتجاهين. زي ما حضراتكم شايفين حاليا طريق الكورنيش خالي من التكدسات، وإن كانت بعض الكثافات المرورية الظاهرة أمام حضراتكم حاليا سببها الإشارة المرورية فقط، لكن الطريق بيخلو من أي تكدسات أو اختناقات المرورية في الاتجاهين، سواء الاتجاه الظاهر أمام حضراتكم حاليا القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ومنطقة المظلات والمتجه إلى ميدان التحرير وإلى حلوان والمعادي، أو الاتجاه الآخر القادم من حلوان والمعادي وميدان التحرير والمتجه إلى طريق اسكندرية الزراعي. فالاتجاهين بيخلوا من الكثافات والتكدسات المرورية، والحالة المرورية بالطريق مستقرة وهادئة وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على تنظيم حركة السير ومواجهة أي اختناقات أو تكدسات من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية أمام قائد السيارات. هي فرصة أمام الراغبين في التوجه لقضاء حاجاتهم أو التوجه لعملهم واستغلال السيولة المرورية بالطريق طريق الكورنيش. وأيضا رصدنا صباح اليوم وجود بعض الكثافات المرورية بطريق اسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها والمتجهة إلى القاهرة، وإن كانت كثافات متحركة لكنها أثرت بعض الشيء على الحركة المرورية وعلى انتظامها وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على تنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية. أيضا هنرصد لحضرتكم حاليا طبيعة حركة المرور على كوبري أكتوبر صباح اليوم السبت. زي ما ظاهر أمام حضرتكم حاليا في انتظام في الحركة المرورية على الكوبري وخلو من أي تكدسات أو اختناقات مرورية. الحالة المرورية مستقرة وهادئة وخالية من أي تكدسات في حركة السير. الإدارة العامة للمرور بتتابع كافة الطرق والمحاور من خلال عدة وسائل أبرزها نشر دوريات مرورية متحركة، بالإضافة إلى مراقبة تلك الطرق من خلال كاميرات مراقبة مثبتة على الطرق والمحاور لرصد أي تكدسات أو اختناقات في حركة السير وسرعة التعامل معها، وأيضا سرعة توجيه تلك الدوريات لأي حوادث تصادم حفاظا على حياة المواطنين والعمل على تنظيم الحركة المرورية ومنع أي تكدسات أو زحام بتلك الطرق. زي ما حضراتكم شايفين حاليا الحالة المرورية على كوبري أكتوبر صباح اليوم السبت مستقرة وهادئة في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من ميدان التحرير والمتجه إلى منطقة الدقي والمهندسين، أو الاتجاه الآخر القادم من الدقي والمتجه إلى ميدان التحرير. الإدارة العامة للمرور تشن يوميا العديد من الحملات المرورية لضبط المخالفين من قائد السيارات والمتسببين في أي تكدسات أو اختناقات مرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم للحفاظ على السيولة المرورية بكافة الطرق والمحاور وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية.
نتابع حضرتك إن شاء الله بكافة الأخبار المتعلقة بحركة السير على مدار الساعة. شكرا لحضرتك.